البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، صحة جيدة ان شاء الله، صحيحة والسلامة انتم وليداتكم. عواشركم مبروك على البنات. اليوم نصوب معكم شوية د القراشل للصباح د العيد. هانتوما تابعوني اخوتي، عندي هنا جوج سلايف د الفرز. هانتوما عندي واحد البيضة، عندي هنا شويه النافع وحبس حلاوه مخلطاهم انا ودقاهم، عندي شويه الجنجلان، عندي هنا قبيصه د الملحه هانتوما ومعلقه د الخميره كبيره فوريه ديال الخبز، عندي كاس مع عمر ديال سنيده د العنبه على حساب الحلاوه، وعندي كاس زيت مع عمر حتى هو. قريشلات بلدينا البنات، ما فيهم لا زواق ولا حتى حاجه، عاديين. وخمر هذا الكاطو انتما البنات، شويه ديال المزهر، راكم عارفين المزهر مع القريشلات كيجي زوين البنات. بسم الله على بركة الله، نجمعو الخليط ديالنا ومي هلا. الله، ريحة المزهر يا البنات غزالة، مزهر مقطع على اليد. والله يدخل عليكم هاد العيد البنات، اخوتي اخواتاتي، دخلوا عليكم الصحيحه والسلامه وطولة العمر نتوما وليداتكم، باش ما بغيتو داخل المغرب وخارج المغرب. كنتمناكم تدعموني البنات وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ما ربيوهم قاصحين، ما ربيوهم جارين، كيجيو زوينين البنات هانتوما. سمحوا لي الا تزعزعت البنات، راه ما كاينينش الدراري اللي صوروا لي، كنصور راسي. وهانتوما معايا بعد ما ندلكهم ونرجع لعندكم. ثم البنات من بعد ما دلكت العجينه هانتوما، دابا غنخليوها تخمر لنا شويه، غنغطيو عليها هانتوما، نغطيوها ونخليوها تخمر على ما تخمر ان شاء الله، ونوريوكم نشكلوها ان شاء الله قدامكم. هانتوما البنات، حنا رجعنا لكم بعد ما خمرت لنا العجينه ديالنا هانتوما، دابا غادي نشكلوها نخرجوا منها داك الهواء. نديرو ميس غيورينا البنات هانتوما، لي بحال هكا كيجيو صغيورين، تيجيو زوينين لا في الماكلة لا في كلشي. هو قريشلات الفطار وصافي، ما هاد العيد ماشي ديال الحلويات البنات، راكم عارفين هكا كنبغيو قريشلات الفطور تيجيو زوينين في العيد. مولفناهم دابا ما درناهمش بحال ما درنا والو، معروف دابا القريشلات والفقاص والغريبه، اما البلا اما ديال السميده اما الكاوكاو، المهم ضروري غريبه وصافي. وتيحطو كميه زوينه البنات، هاد الصغيورين كيجيو حسن ما تضيعوش. انتو
الله. هانتوما القزيديره ديالنا الاولى ها هي دابا غنديروهم يخمروا ونرجع عندكم ان شاء الله. هانتوما البنات بعد ما خمرنا العجينه ديالنا هانتوما دنتها بالبيض وغندير لها شويه الجنجلان. هانتوما هانتوما ريش لاس بلديا عاديا الفران ديالي راه درتو يسخن فاش غنديرهم غنقص عليهم شويه باش يطيبوا فراحتهم. ها عندي الفران العادي ماشي ديال الضو اللي عنده الفران ديال الضو من الاحسن يدير الفرفاره تيطيبو مخيرين كيجيو غزلان بالطياب ديال الفرفاره. ها انتما البنات خرجت لي هاد القزيديره وخرجت لي هاد الشويه هذا حتى هو انا غنديرو نقادو وانتوما البنات تابعوا معايا بعد ما نكملهم. هانتوما بعد ما يطيبوا ان شاء الله نوريكم كي جاو. هانتوما البنات بعد ما طابنا القريشلات ديالنا هانتوما كي جاو نتمنىهم يعجبوكم البنات راه كيجيو زوينين وشاشين. هانتوما البنات كيجيو غزلان نتمنىكم ديروهم هانتوما لوليداتكم وبصحة وراحة ورا كلشي تيعرف البنات سيدي القريشلات اللي كنشاركو معاكم وصافي اجواء العيد ديالنا. ونتمنوا هادشي يعجبكم اللي كنصاوب لكم وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي وما تنساوش لايك لايك البنات بزاف. وكنشكركم داخل المغرب وخارج المغرب وشكرا لكم البنات الى فيديو اخر ان شاء الله. بصحة وراحة.